بيقول فاتت خطبة الجمعة والركعة الأولى للجماعة، أكمل بعد الجماعة ركعة تانية فقط كجمعة أم أكمل ثلاثا كظهر؟ واحد فاته خطبة الجمعة وفاته من صلاة الجمعة ها الركعة الأولى، يعمل إيه؟ يصلي ركعة تانية، لأن الجمعة تدرك بركعة، الجمعة تدرك بركعة. إمتى يجيب التلاتة؟ لما يدخل بعد الركعة التانية مع الإمام، الإمام قال سمع الله لمن حمده من الثانية، دخلت معاه الجمعة ومش عارف هي دي الأولى ولا التانية ومنوي إيه جمعة، أقول في قلبي صليت نويت صلاة الجمعة، الجمعة كام ركعة؟ ركعتين، وبعدين أفاجأ إنه هو سجد وإن دي الآخر. طيب ماشي ما يجراش حاجة، وما أجيب أربعة، وده بيقولوا عليها إيه؟ نوى وما صلاش، وصلى وما نواش، نوى الجمعة وما صلاش الجمعة، صلى ظهر وصلى الظهر وما نواش الظهر، ده نوى جمعة. فدي فزورة يعملوها فزورة كده، يقول لك نوى وما صلاش وصلى وما نواش، يبقى إيه؟ يبقى فاتته ركعة الثانية من صلاة الجمعة، ويبقى الحالة اللي هو بيصورها هنا يبقى دي ايه؟ هيصلي اربعة، هيصلي ركعة واحدة. ليه؟ لانه ادرك ركعة، ادم ادرك ركعة الجمعة تدرك بركعة. ايه الادراك ده؟ قال الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدركه بالركوع، أدام لحقت الإمام وهو راكع خلاص يبقى أنت أديت كده الركعة، لو دخلت في الظهر وهو راكع تمت صلاتك ما دامت الركعة الأولى. قال سمع الله لمن حمده ضاعت عليك الركعة خلاص. ويدرك الوقت بركعة كاملة، يعني إيه كاملة دي؟ كاملة يعني بما فيها السجدتين، يبقى يصلي وسجد سجدتين، أذن المغرب ها معلش هو كده أدرك الصلاة، لأن الوقت يدرك بركعة كاملة، صلى الركعة الكاملة سجدتين، شرقت الشمس، أشرقت الشمس، يبقى أدام أشرقت الشمس يبقى أدرك إيه؟ الصلاة. لماذا؟ لأن الوقت يدرك بركعة كاملة، يبقى الركعة تدرك بالركوع والوقت يدرك بركعة كاملة والجمعة تدرك بركعة. طيب والجماعة؟ قال تدرك بأي شيء من الصلاة، يبقى لو إنك أدركت الإمام قبل السلام وكبرت الله أكبر، بعد ما قلت الله أكبر قال السلام عليكم ورحمة الله، حسبت لك الجماعة الخمسة وعشرين درجة بتاعت الجماعة هتتحسب لك إذا أدركت الإمام قبل السلام. ماشي؟ يبقى الإدراكات هي مختلفة، تدرك الجمعة بركعة ويدرك الوقت بركعة كاملة، وتدرك الركعة بالركوع، ويدرك الجماعة بأي وقت من الصلاة. تمام؟ حلو. هو بينا